فيما يتعلق في الحوار والبعثة الأممية. البعثة الأممية معلوم هي ومن ورائها المجتمع الدولي الذي على رأسه الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ليست لديهم نزاهة في تناولهم لقضية ليبيا. هم يتكلمون عن تقاسم السلطة، وتقاسم السلطة هذا غير معترض عليه ومرحب به، ولكن مناطق ليبيا، كل مناطق ليبيا فيها ناس أخيار وأمناء وكفايات علمية وخبرات، فنتمنى أن تكون مقاسمة على هذا الأساس، على أساس الخبرات والناس الأمناء الذين يعني معروفون بأمانتهم ونزاهتهم، ولا على الأقل يكونون مستوري الحال، سواء كانوا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب، لكن يتكلموا على تقاسم السلطة مع المجرمين، مع أصحاب السوابق، مع المعروفين يعني في المنطقة الشرقية ماذا فعلوا بأهل درنة، وماذا فعلوا بأهل قنفودة، وماذا فعلوا بأهل بنغازي، وماذا فعلوا بالمهجرين، أكثر من 200,000 مهاجر من منطقة بنغازي طردوا من ديارهم وخربت ديارهم ونهبوا ونهبت، وهم الآن يعني أذلاء خارج أملاكهم وخارج ديارهم وخارج أهليهم ومواطنيهم، يعني عالة على غيرهم يبحثون ولا يجدون من يتناول قضيتهم ويدافع عنها. وكذلك يعني يتكلمون عن تقاسم السلطة مع أصحاب المقابر الجماعية التي تتكشف لنا يوما بعد يوم، وعن أصحاب الاغتيالات وأصحاب يعني السوابق وأصحاب الإجرام والانقلاب على الشرعية وعلى السلطات. انتخابات أجريت في بنغازي كما أجريت هنا هذه الأيام في البلديات، أين المنتخبون والمجالس البلدية في بنغازي؟ يعني خبر كان انتهى أمرهم من زمان، واستبدلت المجالس البلدية بعساكر عينهم حفتر. فهم الآن يتكلمون عن تقاسم السلطة لا مع الناس الأخيار في المنطقة الشرقية والجنوبية، وإنما يريدون أن يسلموا مصير ليبيا لحفتر أو لصاحبه عقيلة صالح، وهو هو حفتر، وعقيلة صالح هو حفتر.